انا ما اعرفش ظروف صلاح، فمش هقدر احكم عليه، مش هقدر اقول لك هو غلطان او مش غلطان، لان هو لو مطلع. انا شايف ان في رايين الفتره الاخيره، في راي مع صلاح وفي راي ضد صلاح. بص، هو غالبا ما ينفعش الراي اللي ضد صلاح خالص. لان هو في الاخر زي ما قلت لك، هو راجل حطنا في حته تانية خالص خالص، حط مصر كلها في حته تانية خالص، فما ينفعش يبقى عندك راي ضده. ما ينفعش تيجي عليه في حاجات انت ما تعرفش اسبابها وانت مش ملم بالموضوع، فمجرد ان هو عمل الموقف فانت بقيت ضده. الناس دي عندها حياة تانية خالص خالص، هو ممكن يكون مرتبط بحاجة تانية خالص احنا ما نعرفهاش، ممكن يكون اعتذر ومحدش قال. ما احنا ما عندناش ما في مصر دلوقتي عشان نتكلم بصراحة يعني. طبعا اللعيبة الثلاث الشباب على ما انا بقول لك، يبقى عندك واحد او اثنين وتقعد تدور عليهم وتواجه صعوبة جدا جدا انت تلاقيهم. انت في الاخر بتقيس مدى نجاح المدرب باهدافه اللي بيحققها. في الاخر احنا عندنا افريقيا وعندنا تصفيات كاس العالم، صح؟ لما الراجل يفشل في ده او المرحله اللي هي ان انت خلاص حسيت ان انت فشلت، ساعتها نقدر نحكم على الجهاز وكابتن حسام البدري. لكن انا عشان لعبت المباراتين المستوى وحش جدا جدا، انا معاك، لكن في الاخر انا مش هقدر اقيس على المباراتين دول. لما العب مباريات جامده وما تاهلش للامم افريقيا، ساعتها انا ممكن اقول انا اختياراتي كانت غلط وان الجهاز الفني عنده مشاكل فما موفقش ان هو يوصلنا لاهدافنا اللي احنا عايزينها.